بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. دي مورجان سيريوم. دي مورجان، نظريات دي مورجان، هم نظريتين عندي. عندي لما تلاقي في المعادلة x زائد y الكل كومبليمنت، ممكن تبدلها عشان تحل المعادلة أو تبسط المعادلة، تبدلها ب x كومبليمنت y كومبليمنت. ولما تلاقي عندك x y الكل كومبليمنت، ممكن تبدلها ب x كومبليمنت زائد y كومبليمنت. يعني لو عندي x زائد y الكل كومبليمنت، بفكها فتبقى x كومبليمنت، بوزع الكومبليمنت على الكوس، وكومبليمنت للبلس اللي هو الدوت اللي هو الاند، و y كومبليمنت، فتبقى x كومبليمنت y كومبليمنت. طيب لو عندي x y الكل كومبليمنت، فدي هتساوي، طلع الاكس بالكومبلمنت يبقى اكس كومبلمنت، والاند حولها لي لاور عشان كومبلمنت، كومبلمنت الاور، الاور الاور اند، وكومبلمنت الاند اور، فتبقى اور تبقى بلس، والواي تبقى واي كومبلمنت. دول نظريتين دي مورجان اللي هنستخدمهم ان شاء الله في حل المعادلات. طيب الاثبات بتاعه بتثبته بالتراست تيبل، ما فيش ملوش اثبات بالقانون يعني. فعندك انت اكس وواي هما الانبوت، فبتبقى اربع احتمالات زي ما قلنا 2 اس ان، وبجيب الاور اكس زائد واي، وبجيب اكس زائد واي كل كومبلمنت، وبعد كده اكس كومبلمنت واي كومبلمنت، وبجيب اكس كومبلمنت واي كومبلمنت، اكس كومبلمنت اند واي كومبلمنت. فلو لاحظنا هنلاقي هنا ان الاكس زائد واي كل كومبلمنت هو الاكس كومبلمنت واي كومبلمنت من المعادله الاولى، واحد واحد وثلاث اصفار. تمام، ده الاثبات بتاع دي مورجان. نيجي هنا لحاجه اسمها اوبريتور بريسيدنس، خطوات الحل في البوليان الجبريك عامه، او في الجيتس. لما اجي احل الفانكشن بتاعتي بمشي بترتيب او بخطوات معينه. يعني مثلا لو عندي معادلة زي كده x كومبلمنت زائد y زد زائد y زائد زد زائد x y، خطوات الترتيب عشان احل او اطلع المعادلة دي، اطلع الناتج بتاعها اللي هو ال f، يعني كل ده بيساوي f. عشان اطلع ال f ده اطلعه بناتج صح، بمشي بخطوات. ما ينفعش ان انا مثلا اجمع على طول او اطرح على طول ومش باين قدامي. اول حاجة ابدأ بيها اللي هي الاقواس، دي اول خطوة ابدأ بيها. تمام، يعني بحل الاقواس الاول. تمام، تاني حاجه الكومبلمنت اللي هو النوت، لو لقيت عندي واي كومبلمنت او اكس كومبلمنت اي حاجه كومبلمنت ببدا بها، يعني دي الخطوه التانيه. تمام، في الترتيب. تالت حاجه الاند، عندي الاند دي تالت حاجه، ورابع حاجه الاور. ده في حسابك لما تيجي تحسب انت في الجدول، عندك x وy x وy مثلا وz وهكذا، يعني فاهم ازاي، والاحتمال بتاعك 0 1 0 1 وهكذا، وبتطلع بالاف. تمام، فانت ماشي الاف دي في الثمان حالات بتجيبها من المعادله دي، فانت لو حسبت حاجه غلط فبتحسبها، بتبدا معاك الناتج كله بيطلع غلط. فانت تمشي خطوه خطوه، اول حاجه ابدا بيها الاقواس، تاني حاجه الكومبلمنت، تالت حاجه الاند، رابع حاجه الاور. زي ما احنا شايفين هنا البرنسز اللي هي الاقواس، تاني حاجه النوت، تالت حاجه الاند، رابع حاجه الاور. وادي اكزامبل اكس واي كومبلمنت زائد زد. اول حاجه احسب الواي كومبلمنت، يعني مثلا واحد تبقى صفر، بعد كده اضربه في الاكس ان اند، بعد كده اجمعه على الزد. البوليان فانكشنز، بوليان فانكشن از ان الجبر ذات ديل ويز باينري فاريبل اند لوجيك اوبريشن ات كونسيست اوف. طيب البوليان فانكشن هي عبارة عن معادلات زي المعادلات الرياضية. احنا كنا بنقول مثلا س زائد ص بتساوي مثلا عين. تمام، فدي معادلة، هي دي بالنسبة لي الاوتبوت او الاف، ودول هما الانبوت بتوعتي. تمام، فعندك هنا بيقول لك اكزامبل، المعادله بتتكون من ايه؟ بتتكون من باينري فاريبلز اللي هو السين والصاد او الاكس واي وزد. تمام،
وباينر اوبريشن اور واند، عندك اور وعندك اند، والنوت اللي هي ايه بتبقى الكومبلمنت زي ذات كومبلمنت كده واكواس. طيب مثال بيقول لك اف واحد بيساوي اكس واي ذات كومبلمنت، نقول مثلا سين صاد عين بتساوي مثلا بتساوي مثلا كاف، تمام. فيعني ده شكل المعادلة. دي بقى الدوائر او الرسمة اللي انت بتعملها بعد ما بتعمل المعادلة بتاعتك او بتحسب المعادلة بتاعتك منها. يعني هو عندك سؤالين، يا اما بيقول لك بيديك معادلة ويقول لك رسم لي الدايرة بتاعتها، او بيديك الدايرة جاهزة ويقول لك طلع لي الاوتبوت. فلو مسكنا مثلا اول واحدة دي، انا هرسمهم رسمة رسمة بعد كده ايه نطلعهم مع بعضين واحدة واحدة. هنبدأ مع بعض نرسمهم مع بعض عشان نبقى عارفين طريقة الحل اللي هنمشي عليها في الامتحان وازاي نعرف نرسم المعادلات. عندي كده معادلة مثلا اف 2 بيساوي اكس زائد واي كومبلمنت زد. لما اجي ارسمها بمشي على نهج معين وخطوات معينة. اول حاجة ادي الفاريبلز بتاعتي اكس جنب بعض واي زد، تمام. دي الطريقة الاسهل في الرسم. بنزل بكل واحد بخط، تمام. خلينا بس نمسحها اكتر علشان لو احتاجت الكومبلمنت. ادي اكس وادي الواي وادي الزد، تمام. وادي الاكس الخط بتاعه اللي انا باخد منه الـ بوصله بالبوابة الجيتس، تمام. وبطلع منه كده للاحتياط بالنط عشان لو احتجت للاكس كومبلمنت، تمام. وكذلك الامر للواي، هذا الخط بتاعي وبطلع منه بالكومبلمنت، وادي الزد، عشان الرسمه بتاعتك تبقى منظمه ما تتشبكش في بعض، تمام. طيب انا عندي المعادله بيقول لك اف 2 بتساوي اكس بلس واي كومبلمنت زد، تمام. فاجل المعادله ادي عندي هنا اور وعندي اند وعندي نوت كده. انا حددت الدوائر اللي عندي او الدوائر اللي عندي، عندي ثلاث بوابات اند واور ونوت. فهاجي اول حاجه الاكس، انا عندي اكس ادي الاكس، بعمل بوينت كده على الخط عشان يبقى عارف انا ماشي ازاي، واجي كده وعند الخط ده بروح نازل كده وطالع كده كاني قال ماشي من فوقيه، تمام. وبنزل كده واطلع كده وانزل كده واطلع كده علشان الخطوط ما تتشبكش في بعض، تمام. ادي اخدت الاكس دي معمول لها اور، فادي الاور بتاعتي، ومعمول لها اور مع مين؟ مع الواي واي كومبلمنت زد. بس اوسع الرسمه شويه برضو عشان ما تبقاش نطول الخط شويه عشان ندي مساحه لتحتيها تبقى للاور للاند. ادي الاور بتاعتي، وبعد كده انقل للجزء الثاني المعادله اللي هو واي كومبلمنت زد. فادي الواي كومبلمنت اخدها من الكومبلمنت اللي هي النوت، برضو بعمل دايره واعمل الخط، تمام. ومعمول لها اند في هنا دوت او علامه ضرب مع الزد، فادي الزد والاتنين معمول لهم اند مع بعض. طب الخارج ده معمول له ايه؟ ادي الخارج ده كله هو الاند، صح. طب معمول له اور مع الزد، صح كده. فانا هاخد الخارج ده اللي هو طالع واحطه مع الاكس في الاور، فاللي يطلع هنا هيطلع لي اف 2. تاني الرسمه بكل بساطه، عندي التلاته فاريبل اكس واي وزد، الخطوط بتاعتهم بعمل الكومبلمنت الاحتياط عشان ما اعملش اكس وبعد كده اطلع اعمل نوت وبعد كده اعقد الدنيا في بعض. لا، ادي الاكس وادي الكومبلمنت بتاعها وادي الواي وادي الكومبلمنت بتاعها، ونفس الامر للزد.
اول فاريبل عندي قابلني في المعادله الاكس، فاخدت منه خط، اخدت منه خط تمام. والاوبريشن اللي بعدها اللي هي الاور، الاكس معمول له اور مع حاجه، فخلاص الاحتياط عملت الاور ووصلت بيها الاكس. طب معمول له اور مع مين؟ معمول له اور مع الواي كومبلمنت زد، يعني في عمليه هنا هتحصل اللي هي الاند بين الواي كومبلمنت والزد. طيب عملت ادي الواي كومبلمنت وادي الزد، عملت بينهم اند ووصلتها بالاور مع الاكس، طلعت لي اف 2. نيجي نبص للرسمه، ادي عندنا واحده اور وواحده اند وواحده نوت اللي بتاعت الواي كومبلمنت، ادي واحده اور وواحده اند وادي الواي كومبلمنت. عايز تعملها كده براحتك، بس انا افضل الشكل التاني عشان تبقى الرسمه اوضح واسهل، عشان ما تدخلش معاك الخطوط في بعض زي الرسمه دي كده تمام. طيب عشان الرسمه دي تبقى كبيره شويه، نحاول نشرحها واحده واحده على الرسم المرسوم. عندي في المعادله اكس كومبلمنت واي كومبلمنت زد، صح؟ طب خلينا برضو احنا ممكن نرسمها، نمشي برضو ايه على البتاع ده، يعني نمسح كده دي كده. طيب نيجي حاجة حاجة، زي ما قلنا ادي اول جزء عندي. لو احنا كده عايزين نحسبها من الاول، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي كم جيت؟ لو جينا هنا بص، ادي واحد، ادي واحدة اور، ادي واحدة اور كده، عندي اتنين اور تمام. طيب اتنين اور، وعندي ادي واحدة اند وواحدة اند وواحدة اند، يبقى عندي كده تلاتة اند وغير الكومبلمنت تمام. طيب اكس كومبلمنت اهي زي ما قلنا، امشي بالخط. طبعا انت في الامتحان يبقى رسمك احسن من كده، عشان انا برسم بس على البرنامج ده. ادي اكس كومبلمنت وادي الواي كومبلمنت، وادي الزد، التلاتة دول معمول لهم مع بعض اند. شوف انا بمشي ازاي، خطوة خطوة وواحدة واحدة، ما بجريش تمام. طيب التانية اكس كومبلمنت اللي هو الخط ده برضو، ما ممكن اخدها من هنا، بلاش ان انا اوصل من الاخر يعني، مش لازم تمام. طيب ادي الاكس كومبلمنت مع الواي ماشي، نسيت الخط مش مشكلة، مع الزد، ادي الزد عندي اهو، دول برضو معمول لهم اند مع بعض، وعندي اخر اند اللي هي اكس واي كومبلمنت، ادي الاكس وادي الواي كومبلمنت، ممكن برضه اخدها من هنا او انزل بيها برضه من هنا كده براحتك انت، الرسمه دي حاجه بتاعتك انت، بس انا بقول لك الحاجه اللي هي تبقى سهله يعني تمام. ادي برضو اند تاني. طب عندي تلاتة اند، ايه اللي بيربط بين التلاتة اند دول؟ اتنين اور. طيب ادي الاور اكس كومبلمنت واي كومبلمنت ذات اللي هي دي، صح؟ مع دي، الاتنين دول في اور، صح؟ ادي الاور بتاعتهم. طيب الاتنين دول الخارج بتاعهم ادي دي كده اللي هي دي، صح؟ طيب دي معمل لها اور مع مين؟ مع اكس واي كومبلمنت اللي تحت ده، فاطلع كده وادي الاور بتاعتها. ودي تبقى الرسمة بتاعت المعادلة. جينا هنا ادي اكس كومبلمنت واي كومبلمنت
ذات معمول لها اورنج مع اكس كومبلمنت واي ذات معمول لها اورنج برضو مع الاكس واي كومبلمنت. بمشي خطوة خطوة علشان ما تلخبطش. طبعا ادي الرسمة دي وادي الرسمة دي، واللي يريحك اشتغل عليه براحتك، بس انا بقول لك عشان ايه يعني المناسب ليك انت تشتغل بيه، انا مش هفرض عليك حاجة تشتغل بيها تمام. بس الدكتور اللي بيدي المادة، المادة بيديها دكتور دكتورين، الدكتور اللي بيدي المادة دكتور ودكتور، يعني الدكتور اللي بيدي المادة بيفرض عليك ان انت تشتغل بالطريقة دي، مش هو اسمه طبعا، الدكتور اللي بيدي المادة بيفرض عليك ان انت تشتغل بالطريقة دي عشان بيقول لك بتسهل معاه في التصحيح تمام. الرسمة الأخيرة طبعا مش هشرحها، يعني أسهل من دي تمام. فانتوا ايه اعملوها مع نفسكم في البيت بالورقة والقلم. الجبريك مانيبوليشن، التلاعب الجبري. يعني ايه التلاعب الجبري؟ يعني انا مثلا عندي معادلة زي المعادلة دي تمام، معادلة كبيرة بلعب بيها، يعني ممكن اخليها تبقى اختصرها او ابسطها، فتبقى بدل ما تاخد مثلا 8 جيتس او 5 جيتس تاخد 4 جيت او 3 جيتس. ده اسمه المانيبوليشن او التلاعب الجبري، ببسط المعادلة عشان توفر معايا الكوست، ما اصرفش كتير واجيب دوائر واجيب بوابات كتير تمام، فبستخدم حاجات اقل، ما تبقاش رسمة عندي ملعبكة او كبيرة او معقدة. تو مينيمايز بوليان اكسبريشن، عشان تعمل مينيمايز او تقلص او تصغر التعبير الجبري اللي هو الفانكشن. الليترال سنجل فاريبل ان ا تيرم كومبلمنتد اور نون اور نوت نون كومبلمنتد، الحروف ما بلعبش فيها، لكن ممكن مثلا اطير اكس مع اكس كومبلمنت، يعني مثلا اكس لقيت مثلا اكس واكس كومبلمنت والاثنين مجموعين مع بعض، فانا عارف ان الناتج ده بيساوي واحد، لقيت اكس مجموع في اكس كومبلمنت فانا عارف ان الناتج ده بيساوي صفر. اختصار an implementation with a gate the minimization of the number of literal and the number of term. انت هنا بتعمل minimization او بتقلص حجم عدد الحروف وعدد الترمز اللي انا قلت لك عليها اللي هي بوابات. مثال simplify the following boolean function to minimum number of literal. همسح الرسمة دي. اول معادلة عندي اكس موضوع في اكس كومبلمنت زائد واي، قال لك سمبلفاي ذس اكسبريشن، بسط لي الشكل ده. طيب انا كده مبدئيا اول حاجه هعملها بديهي، هعمل ايه؟ ما ملهاش حل ان هضرب ده في ده، فاهم ازاي؟ ولو حاجات كومبلمنت فهتضيع مع بعض، فهقول هنا كده هقول اكس في اكس كومبلمنت زائد اكس واي، صح؟ طب اكس في اكس كومبلمنت انا عندي بزيرو، حاجه وعكسها في بعض بصفر، زائد اكس واي فهيديني اكس واي، صح؟ طيب شوف اللي بعدها، خلينا كده نشوف هنا في مكان تاني جنبها، عندي اكس زائد اكس كومبلمنت واي، اكس زائد اكس كومبلمنت واي، عندي اكس زائد اكس كومبلمنت واي. تخيل ان ده قوسين، مش انا قلت لو عندك هنا، مش انا اللي بقول، الكتاب بيقول يعني لو عندك هنا فاريبل مجموع على اتنين فاريبل مضروبين في بعض فبوزعه عليهم او بوزعهم عليه، فهتبقى كده اكس زائد اكس كومبلمنت، صح؟ مضروبة في اكس زائد واي اللي خدناهم في الدرس اللي فات. ارجع للمسلمات، المسلمات بتاعت البوليان الجبريك، هتلاقي ان اكس زائد اكس كومبلمنت واي بيساوي اكس زائد اكس كومبلمنت مضروبة في اكس واي، اكس زائد واي. تعال هنا اكس زائد اكس كومبلمنت بكام؟ حاجة وعكسها بجمعهم على بعض فيديني واحد، صفر واحد بواحد، واحد وصفر بواحد، هتبقى واحد مضروبة في اكس زائد واي هيديني اكس زائد واي. طب نيجي للي بعدها،
اكس زائد واي في اكس زائد واي كومبليمنت. اكس زائد واي مضروبة في اكس زائد واي كومبليمنت. هخبط كله في بعضه بقى، هضرب هنا اكس في اكس هتبقى باكس، بعد كده اكس في واي كومبلمنت هتبقى باكس واي كومبلمنت، بعد كده واي في اكس باكس واي او واي اكس مش هتفرق، وبعد كده واي في واي كومبلمنت بزيرو، صح؟ طيب هنا باخد اكس عامل مشترك، لقيت ان انا في اكس واكس واكس، هاخد الاكس عامل مشترك يبقى واحد زائد واي كومبلمنت زائد الواي، تمام. الكن ده على جنب شويه ملوش لازمه دلوقتي. هنا واحد زائد واي كومبلمنت زائد الواي، لو جيت وقلت لك واي كومبلمنت زائد الواي هتساوي كام؟ تخيل، تخيل ان دول كده في قوس لوحديهم ومجموعين على الواحد، صح؟ طب واي كومبلمنت زائد الواي بكام؟ بواحد. يا عمي بلاش الاتنين دول، خد الاتنين دول مع بعض اللي هي واحد زائد الواي كومبلمنت، الاتنين دول مع بعض بكام؟ واحد زائد واي كومبلمنت، واحد زائد أي حاجة بيطلع بواحد، صح؟ واحد زائد إكس بواحد، واحد زائد واي بواحد، واحد زائد عفريت بواحد، ماليش دعوة بكومبلمنت مش كومبلمنت، واحد زائد واي كومبلمنت بواحد برضه هيطلع بواحد، واحد هيبقى الناتج ده بواحد، واحد زائد واي برضه بواحد، واحد في إكس بإكس. تاني أرجع تاني للخطوات اللي عملتها دي، نملع بك الرسمة. هنا خدت واي كومبلمنت زائد واي، انا عارف واي كومبلمنت زائد واي بواحد، صح؟ فبقى عندي الناتج هنا واحد، واحد زائد واحد بواحد، لوجيكالي بواحد. طيب واحد في اكس يطلع باكس، فانا اخدت الاتنين دول مع بعض او اخدت الاتنين دول مع بعض مش هتفرق، الناتج واحد. عندي اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد زائد واي زد، تمام. هو بديهي كده اضربها هنا في واحد، انت لو عقدت معاك يعني، بس هو يعني اغلب الاحيان ما بيجيش المسائل دي كده في الامتحانات، بتيجي حاجات سهله وبسيطه هنا، بس عشان كمثال توضيح يوضح لك الفكره بتاعته ازاي. اضرب هنا اكس في اكس كومبلمنت اللي هي بواحد، اسف اكس اكس زائد اكس كومبلمنت، اكس في اكس كومبلمنت بصفر، اكس زائد اكس كومبلمنت. طيب هنا بقت اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد زائد واي زد مضروبه في اكس هتبقى اكس واي زد زائد اكس كومبلمنت واي زد. تعالى الجزء ده والجزء ده شايف بينهم ايه مشترك؟ الاكس واي. اعتبر ان الاثنين دول في قوس لوحدهم والاثنين دول في قوس في قوس لوحدهم، فاخدت ان الاثنين دول اكس واي عامل مشترك. لوجيكالي ينفع، لو كرياضة ما ينفعش، لكن كلوجيكالي ينفع. اخدت اكس واي عامل مشترك، لان انا هنا مش بتعامل بالارقام، انا بتعامل بالاسلاك. اخدت الاكس واي عامل مشترك، تمام. هنا هيبقى واحد زائد زائد ايه زائد زد. طيب والجزء الثاني عندي سلكين اكس و اكس كوم اكس كومبلمنت زد واكس كومبلمنت زد اهو، فهاخدهم معاهم مشترك برضو، فيبقى اكس كومبلمنت زد.
هيبقى واحد زائد، هنا هيبقى مين عندك؟ هيبقى الواي، واحد زائد واي بواحد، وهنا واحد زائد زائد برضو بواحد، فيطلع ناتج عندك اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد. شايف من ثلاثة variables او ثلاثة عمليات بقى عندي عمليتين بس، وفرت عندي واحدة اور ها، وفرت عندي واحدة اند، تمام، غير الكومبلمنت طبعا اللي وفرته، ان كان يعني ان كان في كومبلمنت تاني غير الاكس كومبلمنت. فده فايدة التبسيط او السيمبلفاي للفانكشن، بوفر في الكوست وبوفر في الوقت، وبوفر كمان في الاسلاك اللي بستخدمها والعمليات تبقى معقدة. اخر واحدة اللي هي خمسة بستخدم فيها الدولتي، فهشرحها لكم برضو. هنا تقريبا في غلطة، هنا بيقول لك باي دوالتي فروم فانكشن فور اللي هي دي، فانا عندي فانكشن فور اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد، فالدوالتي بتاعتها هيكون القوسين دول بس مش التلات اقواس، فالقوس التلاته جاي منين؟ عندي هنا اكس واي، فتبقى اكس زائد واي واكس كومبلمنت زائد زد، ده الدوالتي بتاعها، لكن القوس ده جاي منين فمعرفش الصراحة. ما علينا، لو عندنا مثلا ادي بقول لك فانكشن فور اللي هي دي اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد، قال لك هات الدوالتي بتاعتها، فبتكتبها كده، هي اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد، صح، اكس واي زائد اكس كومبلمنت زد. لما اجيب الدولتي ادي الاكس زي ما هي، قلنا مش بنلعب في الحروف، بقلب العلامات، هنا في اند فهخليها اور، وادي هنا اند اخليه، ادي هنا اور هخليها اند، اكس كومبلمنت زائد زد، الاند قلبته اور والاور قلبته اند، اكس زائد واي اكس كومبلمنت زائد زد. لو جينا هنا في الرسمه ادي اكس زائد واي اكس كومبلمنت زائد زد، هي هي. القوس الاخير ده مش عارف جبته منين او كتبه منين الدكتور، ما علينا، بس كده واقف الفيديو حد هنا، وبعد كده ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الكومبلمنت اوف فانكشنز. شكرا للاستماع.